شموي سميرة كويت أم نور النور أشد تكزت على عدا أسر صراحة جبارين يعني النار نيلا شو أطعم وأتسيل كان بس لسا هايلاند قال من أمين النار نيلا سميرة كويت أم إبارة لو بتكزي قبلين بر يمنورو سرتان يالت إنجراتشن لما موالات يمن تردرو بنقد نبر إناتيم إنساساتوش نبروات بزيه نبر يمن تردرو بهولت شي أسرارات عام تمرت باب أغومين مج أرشا إناتي هولت إهتنا وندموشينا يارات تامت لجين بوراريوش تقدلو بن يزاني بيت سبوشينا ني كتكزي تفنقلن عد عصر بمي قنيو تمرت بيت تتقدلن نبر ينبر نو أقات أميهونو أني ودا آياتو تشيت إيقا ودا ليلا بوتاسهيد هوني تاو فترة ملاو بيت سبوتشيم بوراريوش تنتقون وقومين دمان سميتو دقو تابينا مبم انقولو ወደ ውጪ አውጥተው በአንድ ጥግ ላይ ድርገው ገደሏቸው ከዛ ከሁለት ወር በኋላ ጣላት ሲወጣ መተን ለቃቅመን ነው የቀበርናቸው ህዳር ላይ ነው የሰማሁት እስከዛው ግን ዝም ብዬ እየፈለኳቸው ነበር ትንሽ ከተረጋጋ ከሁለት ወር በኋላ እናትሽና ቤተሰቦችሽ ሞተዋል ብለው ሰዎች ነገሩኝ 10 ሬሳዎች በአንድ ቦታ ላይ ነበር ያጎሯቸው ከአጎቴ ጋር በመሆን ለቃቅመን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንቀበርናቸው ያ ሰይሲነ ሐማ ደረጃ ለሆን ሰናውን ወሪሩን ሻባ ወሪሩን በቃ ሐማነ ይሁን ሲሎ ጥቃን ነበር ለሐጅላን ታይኖሩ አሁን ላይ ቤተሰቦች ያጥቼ በመጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነው የምገኘው የነበረንን ነገር በሙሉ በኤርትራ ሰራዊት ተወረናል ከሞቱት ተርፍ ያለው ነው እንጂ የምኖረው ኑሮ ኑሮ አይባልም ይህንን ወንጀል የፈጸሙ አካላት ሊጠየቁ ይገባል እስካሁን ግን ለተፈጸመው ጄኖሳይድ ምንም አይነት ተጠያቂነት አልሰፈነም ያለንበት ሁኔታ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው በጨለማ ውስጥ ነን ያለነው ሰው እንዴት ባንዴ እንዲህ ይወድማል